أنا جمال محمد أحمد الدرو، أقسم بالله 22 سنة هني عبارة عن ثانية، لن أستطيع أن أنسى أو أتناسى هذه اللحظات وهي 22 عام. لأني أنا لحتى الآن أتألم من هذه الإصابات، وطبعاً ابن محمد استشهد في أحضاني وليس بعيد عني. ذاكرة محمد موجودة يعني في عقلي وفي ذهني وفي جسدي، حتى ذاكرة محمد موجودة في كل العالم. يعني طبعاً قضية استشهاده كانت مؤلمة جداً، قتل محمد يعني بدم بارد من قبل هذا الكيان الصهيوني. عندما شاهدت شيرين أبو عاقلة عبر الفيديو وهي ملقاة على الأرض وصديقتها واقفة على جنب الحائط وخائفة، تذكرت وسمعت إسعاف إسعاف إسعاف، وكانت هناك نداءات على شيرين بأن يعني تقوي نفسها. تذكرت نفس المشهد اللي أنا كنت فيه وكانوا ينادوا إسعاف إسعاف. طبعاً عندما شاهدت هذا مشهد شيرين بكيت بكاءً كبيراً، واسترجعت كل عجلة التاريخ لنفس اللحظة ونفس الدقيقة التي كنت موجود فيها أنا وابني. رحمة الله على شيرين رحمة واسعة. طبعاً الجناة إلى حد هذه اللحظة لم يتم محاسبتهم، بالرغم أني ناشدت سيادة الرئيس أبو مازن والسلطة الوطنية الفلسطينية، وناشدت كل زعماء الدول العربية، وناشدت كل أحرار العالم، وناشدت محكمة العفو الدولية، وناشدت كل حقوق الإنسان بأن يوصلوني إلى محكمة لاهاي. وهذا النداء موجه من 22 عام وليس اليوم فقط، ولكن للأسف لن يسمعني أحد. قضية ليس قضية محمد الدرة وعائلة الدرة، القضية هي قضية وطن وقضية شعب وقضية أمة وقضية كل قطر الدم سالت على أرض فلسطين. لماذا التطبيع مع هذا الكيان؟ هذا كيان محتل أرضنا، كيان قتل شعبنا، كيان شردنا من بيوتنا واستولى على أرضنا، وما زال تطبيع هو عبارة عن صك غفران لما قام به هذا الاحتلال من عملية قتل وهدم وتشريد من أبناء شعبنا واحتلال أرضنا. كيف يدخلون الأقصى ويدنسونه يوميا على مرآكم وعلى مسمعكم جميعا؟ كيف يوميا يجتاحون مدننا الفلسطينية؟ يوميا عملية اجتياح لجنين. كيف يقتلون الصحفية عامدا متعمدا أمام أعينكم؟ ماذا كان ردهم؟ لن نسمع لهم أي رد على ادعائهم بأنهم سوف يحمون القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من خلال التطبيع مع هذا الاحتلال. لكن كل مطبع هو خائن. من كل الدول العربية التي طبعت مع هذا الاحتلال أن تتراجع. المجتمع الدولي يجب أن لا يكيل بمكيالين، ويجب على أمتنا العربية أن تقف وقفة أوروبا مع دعمها لأوكرانيا، أن تقف هذه الدول العربية داعمة لشعبنا الفلسطيني ودعمنا لإنهاء الاحتلال.